مساء الخير الجمال والموهبة. نعم موهبة، خصوصا متى تلاقى الهبة الإلهية مع السعي البشري لجعله قيمة إنسانية عالية وسامية، لا مجرد شكل أو هيكل يفنى، أو حين يتناغم الداخل مع الخارج وتستكين الروح بإنائها. وإذ نخص ضيفتنا بهذا الكلام فلأنها لم تكتفي بالهبة العطية الإلهية، بل سعت بصقل جمالها بالعلم والثقافة حتى تكامل فيها المعنى والمبنى، واستحقت في فترة وجيزة نسبيا أن تكون واحدة من نجماتنا المحبوبات، وجها مألوفا وأليفا في أمسياتنا المتلفزة، سواء كانت تقدم برنامجا منوعا أو تؤدي دورا تمثيليا. بيت القصيد، بيت المبدعين العرب، الحريص دوما على فتح أبوابه للشباب المبدع، نسعد بأن نقدم نموذجا لسيدة لبنانية شابة وموهوبة وناجحة تدعى أم صياح. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وميرسي كتير على هالكلام الحلو. أنا عم بحكي من قلبي وبقول بصراحة إنه يعني سيدي وشاب بلبنان مثل حضرتك يعني نعفز فيها، خصوصا لما يعني مثل ما قلنا إنه هالجمال الداخل اللي بنعكس أكثر على خجلت من جد، ميرسي، ان شاء الله اكون مستاهله الفائده. تستاهل اكثر. يقال لسيدتي انه لكل انسان من اسمه نصيب، وحضرتك امي يعني بالعربي محبوبه. قد ايه في نصيب، قد ايه كان لك بحياتك من اسم نصيب؟ الحمد لله كان اسمي شيء خير علي مثل ما بيقولوا. أنا وصغيرة ما كنت حبه كتير لأنه اسم غريب، فكنت دائماً أرجع أسأل عنه أكثر من مرة، ومع الوقت صرت حب الاسم أكثر، يمكن لأنه نفهم منه كتير بيكون هيك مميز، اسم نادر بتصير تتعلم تحب هالاسم. وبعدين يعني مع الوقت ومع الشغل وقت صارت الناس كمان تعرفني وتحبني وتعبر عن هالشيء، ودائما بصير في لعب على الكلام على قصة اسمي، صرت كتير حب اسمي وأقول وأشكر أهلي. مين اللي سماك؟ مين اللي أعطاك اسمي؟ إذا بتسألني بتخانقوا مع بعض. هيك بصير عادة. بيقولوا اثنيناتهم مع بعض وسموني، كانت ماما حامل كانت تقول إذا بيجيني بنات بدي أسميها أمي، والبابا كان في سيدة صديقتهم لأهلي اسمها أمي، كمان يقول إذا بنات بحبوا الاسم فاتنا. بتذكر كمان سيدي أمي سكر علي طول عمرها لدرجة تلفزيوني كانت تطل على الشاشات وتحكي بالاتيكيت. مظبوط، مرة التقيت فيها وقلت لها انه انا صغيره كانوا دائما يقولوا لي عن مدام السكر. الجمال مثل ما قلنا بيغذي